لما نمت إليه الأنباء أن بني المصطلق يريدون إيه؟ أن يباغتوه، فباغتهم هو عليه الصلاة وأفضل السلام ونصره الله عليهم. وقعت في إيه؟ في السبي جويرية بنت الحارث ابن سيد إيه؟ بنت سيد بني المصطلق. في قصة المهم ثابت ابن قيس ابن شماس ثم صارت إلى رسول الله، صارت إلى رسول الله، تزوجها الرسول. فقال الصحابة: أصهار رسول الله عيب والله، النبي تعمد هذا، أصهار رسول الله ما ينفعش النبي يكون متزوج منهم، ها، ونسوانهم وأولادهم ورجالهم إيه أسرع عندنا. فحرروا وأرسلوا ما إيه من تحت أيديهم، اذهبوا كلكم أحرار لوجه الله، أحرار لوجه الله. تقول عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها: فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، لقد أعتق بتزويجه، أي بتزوجه، بتزويجه إياها 100 أهل بيت من قومها. شوف 100 أهل بيت قديش عاد؟ الله أعلم. ومن بين الأسرى الذين من عليهم النبي الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بغير شيء، سفانة بنت عدي بن حاتم الطائي أكرم العرب. وقعت سفانة أيها الإخوة في الأسر، وكانت عند رسول الله وطلبت إليه أن يرسلها أن يعتقها، فأنظرها النبي، شوفوا الأخلاق لوين والكرم المحمد الباذخ، أنظرها عليه الصلاة وأفضل السلام حتى تجد ثقاتا من قومها يحملونها، لا يود أن تذهب في الصحاري والبلاد البعيدة وحدها وهي امرأة، يقدم حتى يقدم، أي يأتي حتى يقدم جماعة من ثقات قومها فيأخذوها معهم. وبالفعل بعد فترة لم تطل قدم جماعة من ثقات طي، فحملها النبي، يعني أعطاها دابة، ربما ناقة أو جملا، هاي معنى حملها، حملها النبي وأعطاها نفقة. فلما علم أخوها عدي بن حاتم الطائي وكان ناقما على الإسلام فارا منه، عاد أو دخل الإسلام، علم أن هذه لا تكون إلا أخلاق نبي، إلا أخلاق رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. كلكم أعتقد وكلكم تعلمون وتعلمنا نبأ وخبر ثمامة بن أثالة الحنفي التميمي سيد بني حنيفة. هذا الرجل جاء يريد أن يغتال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، حاقد، معناه سيد في قومه، يريد أن يحظى بشرف قتل النبي بيده. أمكن الله منه فوقع في أيدي الصحابة. ماذا قال النبي؟ هذا ليس كافرا عاديا، هذا سيد في قومه وجاء يغتال النبي نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام. قال: أحسنوا إساره. وعلى فكرة هذا لم يكن استثناء مع هذا السيد، ما وقع أسير في يد أحد من الصحابة إلا قال النبي: أحسنوا إساره، باستمرار. هذا أمر رباني، هذا خلق إلهي، أحسنوا إساره واجمعوا ما عندكم من الطعام فادفعوه إليه. كان في فقر وفي قلة، فكانوا يجمعون لبن لقحة رسول الله، الناقة تاعت الرسول، الحلوب، يأخذون حليبها، هذا أشرف شيء، ويقدمونه لثمامة ابن أثال، يخصونه به لوصاة رسول الله إياهم، الرسول أوصاهم بهذا، أحسنوا إساره. وبعد حين مر عليه النبي وهو إيه؟ موثق مربوط، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: خير يا محمد، إن تقتل، يعني إن تقتلني، إن تقتل تقتل ذا دم، هناك من سيطالب بدمي، أنا سيد ورأس في قومي، وإن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، سأشكر لك هذه اليد، لن أنساها ما حييت، إن أطلقتني وفككتني، وإن شئت المال أعطيتك منه ما سألت. تركه النبي، النبي يريد له ماذا؟ الإسلام، لا بدي مالك، لا بدي، بدي يريد لك الخير، تركه النبي. فلما كان الغد أتاه النبي وقال نفس المقالة، ورد ورجع النبي نفس المرجوعة، نفس الكلام، تركه النبي. في المرة الثالثة نفس الشيء، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أطلقوا ثمامة، لا يريد الإسلام خلاص، وأنا لا أريد لا ماله ولا أريد دمه، مع أنه جاء يقتلني، قال لك دموي. متى سيفهمون؟ لا يحبون أن يفهموا. ولذلك إلى أن تقوم الساعة هناك من يريد الهدى وهناك من يصر على ماذا؟ على الضلال. الحمد لله.
نحن ربنا علمنا ومحمد قدوتنا علمنا أن ننصف عدونا الذي يكرهنا ونكرهه سننصفه، ومهما وجدنا عنده من خير اعترفنا به، لكن هم لا يعترفون لمعلم الناس بالخير، لا يعترفون لهم بشيء. عشان تعرف أنه فعلا الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن هناك قلوبا أصلا من الصخر والعياذ بالله، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من العمى. قال أطلقوا ثمامة. ذهب الرجل ركب دابته ومضى غير بعيد إلى جماعة نخل نخلات، قلع ثيابه واغتسل وعاد أشهد أن لا إله، عاد من تلقائه. النبي ربما توقع هذا بفراسته الوحيانية الإيمانية، لكن ربما الآخرون لم يتوقعوا هذا. وأشهد أن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض وجه أكره إلى نفسي من وجهك، فلقد صار وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. خلاص انشرح صدر، نسأل الله أن يشرح صدورنا بالإيمان. دائما أدعو يا أخواني، فهمتم الآن؟ أنا أعتقد الآن بدأنا نفهم في عصرنا هذا الآن بالذات، عصر الفتن، الفتن المدلهمات الطاخيات العمياوات والعياذ بالله، أعتقد أننا بدأنا نفهم لماذا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الصراط المستقيم، اشرح صدورنا به، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كلما حاولت أن أقنع نفسي بطريقة أو أخرى أن هذا الكتاب ليس من عند الله، أن هذه الأدعية من عند رسول الله، لا والله الذي لا إله إلا هو ما أقتنع. واضح في كلام إلهي هنا، في صوت إلهي، في روح إلهية تتكلم، مش محمد هذا وغير محمد. فثبت علينا الإيمان يا رب، وزدنا منه، وتوفنا عليه بحق لا إله إلا الله. وما كان أهل خباء أبغض إلى نفسي من أهل خبائك، فلقد صار خباؤك رسول أحب الخباء إلى قلبي. وما كانت بلاد أكره إلى نفسي من بلادك، فلقد صارت بلادك أحب البلاد إلى نفسي يا رسول الله، إلى آخر الرواية، وهي معروفة. هكذا من النبي عليه بلا شيء عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول أبو الهيثم ابن التيهان، تعرفونه هذا، في موضوع الإيه؟ البيعة، رجل صالح من سادات الأنصار، يقول دفع النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلي أسيرا. هذا كله عشان نفهم كيف إيه الإسلام يعامل الأسرى، مش يحز رقابهم ويحرقهم أحياء، يقول لك شريعة، لا لا لا، دفع إلي أسيرا من المشركين وقال أحسن إليه يا أبا الهيثم. شوف الصحابي الجليل ما قالش كلام يعني أحمله على التواضع من رسول الله، أحمله على العمل الدعائي. النبي إيه يطير دعائي عن نفسي أنه يعني إيه رحيم ورؤوف، رحيم وحضاري وتقدمي ليبرالي، لا لا، أمر أحسن إلي مباشرة. أخذه قال له تعالي عبد الله، رسول الله أوصاني أن أحسن إليك، أنت حر لوجه الله أول شيء، ما بدي إياك، يلا أنت حر، ومش هيك وبس، أنت حر لوجه الله ولك سهم من مالي. يا الله، أعطاه جزء من ماله، قال له عندي أنا أموال وكذا، خذك 1000 ولا 2000 دينار عشان إيه؟ يعمل بواسطة رسول الله. لماذا لا تعمل اليوم إيه هذه الفرق والجماعات بواسطة رسول الله؟ إذن هكذا قال إيه؟ أحسن إليهم، مش هيك وبس، وقبل زي ما قلت لكم، قبل كل المعاهدات الدولية وغير الدولية من أيام محمد ابن عبد الله، يقول فيما رواه أبو داود وغيره: من فرق بين والدة وولدها، طبعا بإجماع المفسرين يعني في الأسر، في الأسر والسبي ممنوع تفرق بين الأم وابنها، قال العلماء بالغا أو غير بالغ، وقالوا عليه أيضا بين الوالد وولده وبين الجد وأحفاده، وبدوا كلام كثير في كتب الفقه بفضل الله. من فرق في الأسر في السبي بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. طيب يا رسول الله ما فرقناش، أحرقناهم أحياء، إيه القصة؟ أحرقناهم أحياء. طب ما سمعنا إيش القصة؟ قال عن سهيل بن عمرو: لا أمثل به، أنا لا أخلع ثنيتي فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. في لا هكذا تعامل، ما هكذا تعامل إيه الأسارة أو الأسارة، كلاهما صحيحان فصيحان. من فرق بين والده فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولذلك لما أتاه أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي المعروف، بسبي من البحرين وصفوا بين يدي رسول الله، فجعل النبي يمر عليهم يتأملهم، فإذا امرأة تبكي أرسلت دموعها قال: ما بك يا أمة الله؟ قالت: يا رسول الله،
لقد بيع ابني في بني عبس. احنا اخذنا اسرى، يبدو هذا القائد تبعك ابو اسيد الانصاري اخذ ابني وباعه في بني عبس وقبض ثمنه. فقال النبي بكلمه واحده من فوره: فلا تركبن يا ابا اسيد فلا تجيئن به. مباشره. وين بنو عبس من المدينه؟ مسافات. اركب وروح جيبه، رجع. قال الراوي: فركب فعاد به واعطاه لامه. هذا الاسر اشرف من نظام الاسر اليوم لسه. ايش رايكم؟ اشرف من نظام الاسر في القرن 21 الى اليوم. هذا محمد، هذا قدوتنا، صلى الله على محمد وال محمد. فلا تركبن فلا تجيئن به. مش هيك وبس. سمعتوا انتم ايه؟ الاسر اللي اخذهم النبي في هوازن. طيب واطلقهم الحمد لله. لا مش هيك وبس. امر احد اصحابه، احنا قلنا منصرفه من الطائف لسه، لم يبلغ مكه، امر احد اصحابه ان يركب فياتي مكه فيشتري المعقد. شو المعقد؟ ضروب من برود هجر، البرد الهجري هذا، برود حلو هكذا ما شاء الله، لباس يعني، كستوم حلو هيك لايش؟ قال للاسرى. فلم يطلق احد منهم الا ايه؟ الا كاسيا. يا الله، كسوه، كل واحد كسوه، اسير مروح بكسوه، مش بقفص محروق فيه، لا بكسوه. هذا النبي هكذا.